السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن دقائق معدودة فقط تفصلنا على دخول منتصف الليل. منتصف الليل هو 5 جويلية. 5 جويلية هو فرحة الجزائر بعيد الاستقلال. فرحة عيد الاستقلال 5 جويلية. اتركوني هنا ليمان ستاكس حياة من جزائر من بجاية تهنئ الشعب الجزائري بهذا التاريخ العظيم والهضمة لله أكيد. وأتركوني هنا أتوقف عند هذا الشهيد الذي يعني من تصويري أنا هنا من الجزائر، الشهيد عيسوي. إذن هنا يرتاح الشهيد عيسوي المولود في 2 سبتمبر 1940 بلدية توجة. التحق بجيش التحرير الوطني سنة 1958 وعمره 18 سنة. نفذ عدة عمليات مهيبة ضد أعداء الثورة التحريرية في ناحية مدينة بجاية، وسقط في ميدان الشرف شهر أكتوبر 1960 في أقطاب جبل وراء قرية. رحم الله البطل، رحم الله الزعيم، رحم الله الشهيد عيسوي. ولهنا نقول ألف رحمة تنزل على شهدائنا الأبرار الأبطال. إذن نهنئ الشعب الجزائر، شعب الجزائر البلد المليون ونصف مليون شهيد. هذا العنوان الجميل الذي نفتخر به إلى يومنا هذا حتى الموت. هذا العنوان البلد مليون ونصف بلد المليون ونصف شهيد، يعني هذا الاسم الرائع، هذا العنوان الرائع الذي يكتب بالذهب، الذي يكتب يعني بأيادي من ذهب أكيد. الله يرحم أبطالنا، وأكيد عند الله أحياء ترزقون. هنا راني نصوركم في ولايتي بجاية، ولايتي الجميلة الساحرة، ولاية الساحلية تاني، وولاية الأبطال تاني التي يعني ساهمت في وفهمت في تحرير البلد الجزائر. وأحيي كل البلدان والبلدان 58 ولاية في أي مكان موجودين. نقول لكم هنيئا اليوم فرحتكم، فرحة 5 جويلية. بجاية هذه هي ولايتي. وشوفوا هذا العلم الجزائر، العلم الجميل الأحمر والأخضر والأبيض. ما أجملك يا عالمي، ما أجملك. لهنا خلوني لهنا نعطي فقط نبذة عن الشهيد الثورة التحريرية مفتي زكريا. إذن هذه القصيدة التي يحبها جميع الجزائر ومنهم أنا شخصيا. إذن نوفمبر جل الجلال فينا، ألست الذي بث فينا اليقين؟ سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة. شغلنا الورى وبنأنا الدنى بشعر نرتله كالصلاة، تسابحه من حنايا الجزائر. رحم الله البطل الشاعر الزعيم شاعر الثورة الجزائرية مفتي زكريا. ويوجد الكثير من الأبطال، وما نقدرش هكذا ننسى أي بطل، أي شهيد استشهد من أجل هذا البلد الجميل الجزائر، والذي أنجبت رجال
يعني بسم الله ما شاء الله، وهكذا يد في اليد ان شاء الله هكذا الجزائر تبقى دائما وقفة، الجزائر تبقى دائما الاعلام تاعها يرفرف هكذا. وتشرفنا في كل الدول العربية والدول الأوروبية والجارية الجزائرية لهنا. أنسوفيسون يعني باللغة الأمازيغية يعني مرحبا بكم للزوار، لي يعني لي كما عبالكم الجزائر بجاية جوهرة ساحلية، يعني يجيوها يجيو كامل من كل البلدان يعني الخارج وهنا في الدول العربية أو في ولايتي هنا. تحياتي لك، ما أجملك يا عالمي الجزائر، النجم والهلال والأبيض والأخضر. يعني إن شاء الله هكذا شهدائنا الأبرار لم يموتوا، هم عند الله أكيد أحياء يرزقون. وخلوني مرة ثانية وهني الشعب الجزائري